الآن مرة شيء لا يلزمه. هاي مثل قضية شباب شيء يذكر. مثل قضية ناس نفس شهر رمضان في هسه احنا قبل فترة قبل يعني بأول الشهر قلنا الحصوة مالته تتحرك بس بشهر رمضان، السكر يصعد بس بشهر رمضان. هو ومرته طول السنة نقرة. هو ومرته طول السنة يتناقرون. هو يقولها من شفتش ما شفت خير، هي تقول له أنا من شفتك شنو؟ ما شفت خير، لا هو راضي عنها ولا هي راضية عنه. يا هو اللي يطلع بالتلفزيون أجمل منه تقول له أنا لو محصلة هذا، وهو كل ما يشوف وحدة أجمل التلفزيون يقول هاي المرخة مو أنتي، وقاضيها سنة كاملة على هالذبة هاي. من يجي شهر رمضان ويصوم تصير مرته ملكة جمال. شيخنا تقربت لمرتي وصار ما أدري شنو حكمي، ومرتي 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 وصار مداعبة واحتكاك، يداعبك الموت إن شاء الله. شاس انت هاي سنه كامله مرتك مو يمها وما تحبها وتحكي عليها وهي تحكي عليك، وانت مراضي عنها وهي مراضية عنك. ايش معنى من الصوم مرتك تصير ملكه جمال، ودنيت لمرتي ودنت لي مرتي وحكم الشرعي وجيبه ورجعه وجيب. انت شايف بس يفطر انطاها ظهره، هي هم انطته ظهرها. صام قابلها وقعد، هي هم قابلته وقعدت. لا صدق ترى مو حقيقة والله. شوف انت بس يبدي شهر رمضان بدت المسائل الشرعية، شيخنا صار كذا صار ما ادري شنو صار. طول السنة هاي المسائل ما موجودة بس بشهر رمضان تبدي. عجيب يعني سبحان الله. صدق مثل ما قال أمير المؤمنين، الإنسان حريص على ما منع، حريص على ما منع. سبحان الله.